أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم أعذ ولي أمرك من شر جميع ما خلقت وذرأت وبرأت وأنشأت وصورت، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به. واحفظ فيه رسولك ووصي رسولك عليه وآله السلام. اللهم ومد في عمره وزد في أجله وأعنه على ما وليته واسترعيته وزد في كرامتك له، فإنه الهادي المهدي القائم المهتدي والطاهر التقي الزكي النقي الرضي المرضي الصابر الشكور المجتهد. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني بهم فائزا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، آمين رب العالمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في الشاهد القرآني 22 إلى يوم الوقت المعلوم. كان عندنا آيات من سورة الحجر وآيات من سورة الصاد، وكان الشاهد فيها عندما قال إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قلنا يوجد أمور أو هنا أمور. الأمر الأول، بعض التفسير والتأويل في آيات من سورة الحجر في الشاهد القرآني مورد الحديث، وأعطينا عدة معاني للوقت المعلوم، منها إلى يوم القيامة، يوم البعث، النفخة الأولى، هلاك جميع الخلق، لا يبقى على الأرض من بني آدم أحد، أو وقت يعلمه الله استأثره الله بعلمه ويجهله إبليس. وفي الأمر الثاني كان الكلام في سورة الصاد، أيضا إلى الشاهد القرآني وفي تفسير الشاهد القرآني إلى يوم الوقت المعلوم. وبعد هذا انتقلنا إلى الأمر الثالث، قلنا إلى يوم الوقت المعلوم. الأمر الثالث، إلى يوم الوقت المعلوم ورد فيه عن الصحابة الكرام وعن أهل بيت النبوة وجدهم الرسول الأمين عليهم الصلاة والسلام أنه وقت وعصر ظهور المهدي وعيسى والدابة وتحقق الرجعة لمن يشاء الله من عباده، ونذكر عدة شواهد. طبعا عندما نقول المهدي سلام الله على المهدي، كل طائفة كل مذهب كل دين حسب ما يعتقد من اسم أو عنوان أو صفة للشخص المخلص في آخر الزمان. وذكرنا الشاهد الأول عن عبد الله بن عمرو. إذن الشاهد الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا طلعت الشمس من مغربها يخر إبليس ساجدا ينادي إلهي مرني أن أسجد لمن شئت، فتجتمع إليه زبانيته فيقولون يا سيدهم ما هذا التضرع، فيقول إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم، وهذا الوقت المعلوم. ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا فأول خطوة تضعها بأنطاكية، ثم تأتي إبليس فتلطمه. قلنا في المعجم الأوسط الطبراني وعند الهيثمي في مجمع الزوائد وعند السيوطي في الدر المنثور.
فقط عندي ملاحظة أريد أن أسجلها هنا. الراوي عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو الراوي. البعض طعن في صحة هذه الرواية، ما هو سبب الطعن ولماذا يطعن بهذا؟ هذا شيء آخر ليس محل الكلام الآن، ونترك للآخرين وللباحثين البحث في هذا الأمر. لكن ما هو منشأ الطعن؟ أنا أأتي بقطن من أقطاب المكفرة المارقة الناصبة التوحيد الجسمي، ما هو منشأ التضعيف عنده أو ما هي أحد مناشئ التضعيف عنده؟ يقول مثلا ابن كثير في تفسيره الجزء الثاني وأيضا في النهاية في الفتن الجزء الأول، يقول هذا حديث غريب جدا وسنده ضعيف. أنا أتيت بهذه الملاحظة بهذا الكلام بهذا التعليق من أجل هذه القضية. يقول ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو بن العاص يوم اليرموك، يوم اليرموك، فأما رفعه فمنكر والله العالم. بهذا يعلق ابن كثير. إذن يقول لعل هذا الحديث، هذه الرواية من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك ورفعه إلى النبي، يعني نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأما رفعه فمنكر، أما رفعه فمنكر، يعني من إذا كان هذا من الزاملتين وقد رفعه شخص إلى النبي ونسب هذا إلى النبي، ليس هذا من التدليس؟ ليس هذا من الكذب والكذب والافتراء؟ ليس هذا كذب على الله وعلى رسوله؟ لست أنا من أقول، ابن كثير هو الذي يقول نسبة هذا إلى النبي منكر، وعبد الله بن عمرو قد نسب هذا إلى النبي، وعبد الله بن عمرو ثقة، لا بل ثقة وثقة وثقة عندهم، عبد الله بن عمرو بن العاص ثقة وثقة 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 عندهم، وعبد الله نسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسب هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن نصدق؟ نصدق عبد الله أم نصدق ابن كثير؟ هذا أولا. عبد الله بن عمرو بن العاص الثقة 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 عندهم، قد روي عنه أكثر من 1300 حديث، وأكثر من 130 حديثا رواه البخاري ومسلم، رويا عن عبد الله بن عمرو أكثر من 130 حديثا. إذن هو الثقة وثقة وثقة. ما هي قصة الزاملتين؟ الزاملتان، الزاملة هي الدابة من الإبل أو غيرها يحمل عليها الأشياء. إذن وجد عبد الله وجد زاملتين، كل زاملة يحمل عليها مجموعة من الكتب. ما هذه الكتب؟ إنها كتب إسرائيلية، كتب أهل الكتاب. هنا ابن كثير يتهم عبد الله بناء على ما نقلنا لكم، بناء على ما ذكره من احتمال، بأن هذا من الزاملتين، من الزاملتين اللتين أصابهما حصل عليهما عبد الله بن عمرو بن العاص يوم اليرموك وأخذ يروي منهما. تصور اثنتان من الإبل كل واحدة قد حمل عليها مجموعة من الكتب، ويأتي برواية بحديث بكلام بمقطع بفقرة من الكلام ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأنا قبل قليل. وهنا ابن كثير يقول هذا من الزاملتين، يعني هذا من الإسرائيليات، يعني هذا الكلام الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإسرائيليات. الآن يأتي التبرير، ماذا في الزاملتين؟ هل من الإسرائيليات الصحيحة أو الضعيفة أو المقبولة أو المباحة أو المحرمة أو الممنوعة أو يأتون بتبريرات من هنا ومن هناك، ليس لنا علاقة بهذا. إذن من أين هذه الرواية؟ من الإسرائيليات، من الزاملتين. من أين يروي
عبد الله بن عمرو بن العاص يروي من الزاملتين، يروي من الكتب الإسرائيلية، يروي من الإسرائيليات. هل اختلط على الرواة، على المحققين، على أهل الحديث، على أهل الاختصاص الأمر فيما يروي عبد الله؟ نعم، نقول اختلط عليهم الأمر. وبعد هذا يقولون من يأتي بالمنبع الصافي، من يلتحق بالمنبع الصافي، من يلتحق بالصفاء والنقاء والقدسية والطهارة بأهل البيت سلام الله عليهم، يتهمون هذا بأنه يأخذ من الإسرائيليات، من ابن سبأ اليهودي أو من فلان المجوسي، وهو يأخذ من الأصل، من المنبع، من الصفاء، من النقاء. يأخذون من الزاملتين، كي أتحدث عن المارقة، يأخذون من الزاملتين من الكتب الإسرائيلية، ولا يوجد شيء يذكر وله شأن في الذكر عن أهل البيت سلام الله عليهم، عن منبع الحكمة، عن القرآن الناطق، عن من أوصى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصى باتباعهم عليهم الصلاة والسلام. لا يأتي المارقة بهذا. ونحن لا نتهم عبد الله ابن عمرو في هذا المقام، ولا نتهم عبد الله في هذه الرواية، بل نحن نرجح ونؤكد بأن هذا المعنى قد صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عندهم شيء في قلوبهم، شيء وأشياء، على أساسها يطعنون بهذا، يقبلون هذا، يرفضون ذاك، حسب ما يشتهون. الشاهد الثاني، الفتن لنعيم بن حماد، باب خروج الدابة، عندي حديث 1844. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خروج الدابة بعد طلوع الشمس، فإذا خرجت قتلت الدابة إبليس وهو ساجد. خروج الدابة بعد طلوع الشمس، فإذا خرجت قتلت الدابة إبليس وهو ساجد. ويتمتع المؤمنون في الأرض بعد ذلك 40 سنة، لا يتمنون شيئا إلا أعطوه ووجدوه، فلا جور ولا ظلم. التفت جيدا، إذا عندي خروج دابة بعد طلوع الشمس، عندي طلوع شمس من المغرب طبعا، عندي طلوع شمس، عندي خروج دابة، بعد خروج الدابة يقول تقتل الدابة إبليس وهو ساجد. ويتمتع المؤمنون في الأرض بعد ذلك 40 سنة، لا يتمنون شيئا إلا أعطوه ووجدوه، فلا جور ولا ظلم، وقد أسلم الأشياء لرب العالمين طوعا وكرها. والمؤمنون طوعا، والكفار كرها، والسبع والطير كرها، حتى أن السبع لا يؤذي دابة ولا طيرا، ويولد المؤمن فلا يموت حتى يتم 40 سنة بعد خروج دابة الأرض، ثم يعود فيهم الموت فيمكثون بذلك ما شاء الله، ثم يسرع الموت في المؤمنين فلا يبقى مؤمن، فيقول الكافر قد كنا مرعوبين من المؤمنين فلم يبق منهم أحد، وليس يقبل منا توبة، فما لنا لا نتهارج. فيتهارجون في الطرق تهارج البهائم، يقوم أحدهم بأمه، والعياذ بالله، يقوم أحدهم بأمه وأخته وابنته فينكح وسط الطريق، يقوم عنها واحد وينزل عليها آخر، لا ينكروا ولا يغيروا، فأفضلهم يومئذ من يقول لو تنحيتم عن الطريق كان أحسن. يعني يقول لهم بمعنى كما يقال الآن، بمعنى يقول لهم حرية وديمقراطية أحسن من النظام السابق، أحسن من الدواعش، أحسن من فلان، فافعل ما شئت، لكن لو تكترت جانبا ليس على الطريق، ليس أمام الكاميرات، ك
كما يحصل الآن، كما يقال الآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: فيتهارجون في الطرق تهارج البهائم، يقوم أحدهم بأمه وأخته وابنته فينكح وسط الطريق، يقوم عنها واحد وينزل عليها آخر، لا ينكر ولا يغير، فأفضلهم يومئذ من يقول: لو تنحيتم عن الطريق كان أحسن. فيكونون بذلك حتى لا يبقى أحد من أولاد النكاح، فيكونون بذلك حتى لا يبقى أحد من أولاد النكاح، الكل من أبناء الزنا والسفاح، ويكون جميع أهل الأرض أولاد السفاح، فيمكثون بذلك ما شاء الله، ثم يعقم الله أرحام النساء 30 سنة، فلا تجد امرأة ولا يكون في الأرض طفل، ويكونون كلهم أولاد الزنا شرار الناس، وعليهم تقوم الساعة. إذن ليس لنا علاقة بتفصيل فقه الحديث، وإنما نقول: قال خروج الدابة بعد طلوع الشمس، فإذا خرجت قتلت الدابة إبليس وهو ساجد، إذن يقتل إبليس. هذا مقتل إبليس، هذا هو الوقت المعلوم، الوقت المعلوم إذن في آخر الزمان عند حصول علامات الساعة، والمهدي من الساعة ومن علامات الساعة، وبعده يتمتع المؤمنون في الأرض، وبعد هذا يموت المؤمنون ويبقى الكافرون، فيتهارجون في الطرق تهارج البهائم إلى أن تقوم الساعة عليهم. إذن متى مات إبليس؟ قبل قيام الساعة. إذن متى الوقت المعلوم؟ قبل قيام الساعة. الشاهد الثالث فيه أليف وباء وجيم ودال إلى آخره في التبصرة، هذا شاهد واحد، لكن نريد أن نوطئ لما نريد أن نصل إليه. عندنا قلنا الآن الجانب لنقل الفكري، الجانب الثقافي، الجانب العقدي، الجانب العلمي، الجانب الحديثي، الجانب الروائي، الجانب التاريخي التفسيري، جانب الثقافة الإسلامية، المعرفة الإسلامية، الفكر الجماهيري الإسلامي، الفكر العلمي التدويني الإسلامي، هذا نريد أن نأتي به، نقول هذا موجود، هذا مشاع، هذا مذكور، هذا احتمال، فنأتي بما عندنا من احتمال، فلماذا نكفر نحن ولا يكفر الآخرون؟ هذا هو الذي نريد أن نحققه من خلال البحوث، يكفي هذا الأمر، لا نجبر أحدا على أن يعتقد بما نعتقد به، ولا نكفر أحدا لأنه لا يعتقد بما نعتقد به، فضلا عن أن نحكم بقتل وبإباحة الدم وعرض من لا يعتقد بما نعتقد به، أبدا لا نقول بهذا، ونحن نريد أن نصل إلى هذا الأمر، نحترم معتقد المقابل واختيار المقابل، وفي الوقت المقابل أيضا نريد من الآخر أن يحترم ما نعتقد به، ونحترم إنسانيتنا وعقولنا، ولا نلتحق بما يقوله المقابل من ادعاءات وأوهام وأساطير وخزعبلات. إذن لاحظ سأوطئ للأمر، والكلام عن اليوم المعلوم، عن الوقت المعلوم، أليف وباء وجيم ودال هاء كما بينا. أليف في التبصرة لابن الجوزي في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ابن مسعود، من يقول؟ ابن الجوزي، إمام من أئمة المارقة ومن أقطاب المارقة ومن أعمدة المارقة ومن أصول المارقة، من أصول التكفير، من أصول التوحيد الجسمي، من أقطابهم، من أئمتهم. ماذا يقول ابن الجوزي؟ يقول: لقي رجل، الآن أين؟ في فضل عمر رضي الله عنه، قال، يقول ابن الجوزي، قال ابن مسعود: لقي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الآن لا نحتاج أن نقول دون سن 18 أو دون سن 15 أو دون سن 9 أو 10 أو 6، لأن الكلام سيكون في الجن، لكن إن شاء الله يكون بطريقة ليس فيها تأثير على عقول من يسمع ومن يتلقى. وكم من الناس قتلوا وذبحوا بأقل من هذا الادعاء وبأقل من هذا الكلام، يقتل الشيعي ويقتل الصوفي ويقتل
غير هؤلاء من المسلمين فضلا عن غير المسلمين بعناوين وبادعاءات وبأكاذيب وبافتراءات وهي كاذبة ما أنزل الله بها من سلطان، فيقتل بعنوان السحر والشعوذة، الشعبذة، الارتداد، الوثنية، الشرك، القبورية، عبدة القبور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابن الجوزي: قال ابن مسعود: لقي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيطان في زقاق من أزقة المدينة. الآن التقى بالشيطان بإبليس في زقاق من أزقة المدينة، فدعاه الجني إلى الصراع فصارعه الإنسي أي الصحابي، فقال الجني: دعني، ففعل أي تركه الصحابي. فقال: هل في المعاودة؟ هل نعيد الصراع والمصارعة؟ فقال الجني: هل في المعاودة؟ ففعل الصحابي، ففعل فصرعه فجلس على صدره. فقال الصحابي: ما الذي يعيدنا منكم؟ قال الجني: آية الكرسي. فقال رجل لابن مسعود: من ذاك الرجل؟ أعمر هو؟ فعبس وبسر. وقال ابن مسعود: ومن عسى أن يكون إلا عمر. التفت جيدا، هل روى عمر رضي الله عنه هذه الحادثة؟ هل سمعنا هذه من عمر رضي الله عنه؟ لم نسمع هذه الحادثة منه. رويت هذه عن ابن مسعود عن حادثة حصلت مع عمر، الراوي هنا ابن الجوزي. إذن صراع بين إنسان وبين جن، بين جني وبين إنسان، وبين مصادق الإنسان هو هنا هو الخليفة الثاني عمر. خطوة أخرى باء، يقول: جلس ابن مسعود رضي الله عنه في سكينة ووقار. الآن باء، جلس ابن مسعود رضي الله عنه، جلس ابن مسعود رضي الله عنه وفي سكينة ووقار، وحوله رهط من الصحابة والتابعين يقص عليهم الطرائف ويروي لهم النوادر. إذن طرائف ونوادر، من؟ ابن مسعود صحابي يقص الطرائف ويروي النوادر. فقال: لقي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا لقي؟ لقي الشيطان. يقول: لقي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشيطان في زقاق من أزقة المدينة، فدعاه الجن إلى المصارعة فصرعه الصحابي. فقال الجن: دعني، فتركه الصحابي. ثم قال الجن: هل لك في المعاودة؟ فتصارع فصرع الصحابي الجن وجلس على صدره. ثم قال الصحابي، لاحظ إلى هنا نفس الكلام الذي رواه ابن الجوزي، ثم قال الصحابي: أراك شخصا ذئيلا كأن ذريعتيك أي يديك أو ذراعيك، كأن ذريعتا كلب أو جني. الصحابي يقول للجني: أراك شخصا ذئيلا كأن ذريعتا كلب أو جني. هنا عندي تعليق، أقول: من أين عرف الصحابي صفات أذرع وأيادي الجن بحيث ميز ذراعي ويدي هذا الجني أو هذا الإنسان، هذا الجني أو هذا الإنسان؟ إذن أقول عندما تصارع معه، لماذا أقول الآن أقول عندما تصارع معه؟ هل تصارع معه على أنه إنسان أو جني؟ لأن الرواية تتحدث عن أي شيء؟ تتحدث عن لقي رجل الشيطان فدعاه الجن ويكمل الرواية. هذا ما رواه ابن الجوزي، وما روى أيضا في هذا المورد باء، رواه الطبراني في المعجم الكبير والهيثمي في مجمع الزوائد وابن الجوزي في المناقب أيضا. التفت جيدا، لماذا لا نتحدث عنه هو إنسان أو جني؟ إذن هو تسارع مع إنسان، مع شخص دعاه للصراع، بدليل أنه الآن بدأ يستفهم الصحابي. قال: أراك شخصا ذئيلا كأن ذريعتيك، ذريعتا كلب أو جني. إذن لو كان يعرف بأنه جني، لو كان الذي دعاه من أول الأمر هو جني وأعرف بأن هذا هو جني، هل يقول له: أراك شخصا ذئيلا كأن ذريعتيك
ذريعة كلب أو جني. انتبه جيدا. إذن أنا هنا سجلت هذا التعليق، أقول من أين عرف الصحابي صفات أذرع وأيادي الجن بحيث ميز ذراعي ويدي هذا الجني؟ عنده علم قبلي مسبق من خلال مشاهدته للجن؟ طبعا إذا يعرف أذرع الجن وصفات أذرع الجن، إذن عنده علم قبلي مسبق من خلال مشاهدة الجن، وهذا يمكن أن يشير إلى أن تعدد روايات الصحابي مع الجني يرجع إلى تعدد حوادث لقاء الصحابي بالجن. إذن سنرى عندنا عدة روايات رويت عن الخليفة الثاني رضي الله عنه وهو يلتقي بجني، يتحدث مع جني، يصارع الجني، يخنق الجني. إذن ربما هذه المعرفة أنه صارت عنده خبرة يعرف الجن، يعني تعامل مع ما هو ظاهر بأنه إنسان أو بشر، وبعد هذا علم بأن هذا جني، فصار عنده علم بأن ذاك الذي تعامل معه وكان يظن أنه إنسان صفة اليد، صفة الذراع كانت بهذه الصفة، فبقيت هذه المعلومة في ذهنه، فعندما تصارع مع الثاني أخبره بأن هذا الذراع، بأن ذراعك كأنه ذراع جني. نكمل. يقول ثم قال الصحابي أراك شخصا ضئيلا كأن ذريعتيك ذريعتا كلب أو جني. فقال الجني والله إني منهم، أي من الجن. فقال الصحابي ما أنا بالذي يدعك حتى تخبرني ما الذي يعيذنا منكم؟ فقال الجني آية الكرسي. فقال الرجل لابن مسعود من ذاك الرجل؟ فقال ومن عسى أن يكون إلا عمار. في الطبراني، أي عند الطبراني في المعجم الكبير، أي في المعجم الكبير ومجمع الزوائد والمناقب، أي عند الطبراني والهيثمي وابن الجوزي. أيضا هنا أريد أن أعلق للرد على من يأتي بخزعبلات للطعن بالخليفة الثاني رضي الله عنه. الآن الرواية واضحة، لا تحتاج إلى زيادة تفكير ولا تحتاج إلى إطالة تفكير. هل أن الخليفة أخذ آية الكرسي من الجني؟ هذا كلام الجاهلين، كلام السفهاء. الجني حسب الرواية أخبره بأن آية الكرسي هي التي تصلح لأن يستخدمها الإنسان للاستعاذة من الجن وللتعوذ من الجن، لأن الخليفة ماذا قال له؟ قال ما الذي يعيذنا منكم؟ قال آية الكرسي. إذن هل أخذ الخليفة أخذ آية الكرسي من الجني؟ هل سأله ما هي آية الكرسي؟ إذن اتهام الخليفة هذا من الخرافة، من السفاهة. إذن هذا انتهينا منه. الآن سؤال آخر، لمن؟ للمارقة، لأئمة المارقة، لشيوخ المارقة، لمشايخ التكفير وسفك الدماء والإرهاب، لما تأتي إلى كتبهم يعتبر هذه الرواية أو أمثال هذه الرواية التي فيها جن فيها شيطان ويأخذ من الشيطان آية أو سورة، ليس الآية والسورة بنفس الآية والسورة وإنما تأثير هذه الآية أو تأثير هذه السورة. الآن أقول لما يأتي ذاك الشيخ، ذاك العالم بين قوسين، ذاك الإمام، عندما يأتي ويقول لك آية الكرسي ما هي الفائدة؟ للاستعاذة من الجن. الآن بناء على أن الرواية صحيحة، الآن من أين أخذ؟ التفت جيدا، فقط سؤال دقيق. الآن آية الكرسي تستخدم للاستعاذة من الجن، هذه المعلومة من أخذت؟ هذا الشيخ الذي يأتي بهذه المعلومة من أين أخذ هذه المعلومة؟ من أين أخذ هذا الحكم؟ من أين أخذ هذه الفتوى؟ ما هو الجواب؟ هل أخذ هذه الفتوى من الخليفة الثاني؟ التفت جيدا، من أين أخذ هذه الفتوى؟ أخذ الفتوى من الشيطان. إذن هذا شيخكم إمام المارقة، من أين أتاكم بهذا الحكم؟ من الشيطان، ليس من الخليفة الثاني. قلنا أولا أن الخليفة الثاني لم يروي هذه الحادثة، وثانيا لم نسمع بأن الخليفة الثاني قال بأن هذه آية الكرسي تستعمل للاستعاذة وأنها أخذت هذه المعلومة من الشيطان. وبعد هذا أيضا السؤال، نقول هل يعقل بأن الخليفة الثاني قد صدق الشيطان بهذا الادعاء؟ من قال بأن الشيطان قد صدق القول؟ لو صحت الرواية، من قال بأن الشيطان قد صدق القول؟ هل تأكدوا من هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ النتيجة من أين أخذوا المعلومة؟ من أين أخذوا استحباب
قراءة أو الحكم بأن آية الكرسي لها صلاحية للاستعاذة وتستخدم للاستعاذة من الشيطان من الجن. أخذوا هذه المعلومة من الشيطان، هذه أكثر من الأخذ من الإسرائيليات. هذه خطوة باء. خطوة جيم في سنن الدارمي، لاحظ كل خطوة فيها بعض التغيير، بعض الإضافات، بعض الاختلاف عن الخطوة التي سبقت، لكن هي في نفس المحور. جيم في سنن الدارمي والمعجم الكبير للطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله رجلا من الجن فصارعه الإنسي، فقال له الجني: عاودني. فعاوده فصرعه، فقال له الإنسي: إني لأراك ضئيلا شحيحا كأن ذريعتا كلب، فكذلك أنتم معشر الجن أو أنت منهم كذلك. قال: لا والله إني منهم لضليع. قال: لا والله إني منهم لضليع. هذا من الذي قال؟ الجني، أو كما قال رجل من الجن. إذن قال الجني: لا والله إني منهم لضليع، ولكن عاودني الثالثة. لاحظ هناك مصارعة أولى ومصارعة ثانية، صراع أول وصراع ثاني، هنا فيه صراع ثالث. لذلك قلت ممكن أن يكون تعدد الروايات يتعدد الحوادث التي حصلت مع الخليفة الثاني. يقول: ولكن عاودني الثالثة، فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. فعاوده فصرعه، قال هاتي علمني. قال: هل تقرأ آية الكرسي؟ قال: نعم. لاحظ هذه الرواية تؤكد بأن الخليفة يعرف، يعلم، يحفظ آية الكرسي، وانتهى الأمر. إذن قال: هل تقرأ آية الكرسي؟ قال: نعم. قال: إنك لن تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان. قال: هل تقرأ آية الكرسي؟ قال: نعم. انت فجيدا، هذا يؤكد ما قلناه سابقا بأن الخليفة الثاني كان يعرف، يحفظ آية الكرسي. قال: نعم. قال الجني: إنك لن تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان، له خبج كخبج الحمار، له خبج كخبج الحمار، له خبج كخبج الحمار. هذا الذي الهواء الذي يخرج من مخرج الفضلات، وفيه صوت شديد، هذا هو الخبج، صوت فيه صوت، هو الذي قلنا الهواء الذي يخرج وفيه صوت شديد، وأنتم تعرفون هذا المعنى أو هذا الاسم أو هذا اللفظ أو ما يقصد به. له خبج كخبج الحمار لا يدخله حتى يصبح. قال رجل من القوم: يا أبا عبد الرحمن، من ذاك الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فعبس عبد الله وأقبل عليه وقال: من يكون هو إلا عمر رضي الله عنه. لاحظ قلنا روايات فيها اختلاف في نفس المعاني، فيها اختلاف في طريقة الطرح، في الألفاظ المطروحة، اختصار وتفصيل. طبعا كل شخص يعني حسب المصدر، وكل شخص حسب المورد الذي يذكر هذا فيه، فمن يذكر هذا في مقام وفي مورد أخلاقي غير ما يذكر هذا في مورد حديث ورواية حديث، وغير ما يذكر هذا في مورد فقه واستدلال فقهي أو أصول وما يرجع إلى هذا، يأتي بمقتبس، يأتي بعبارات تقريبية، يغير بعض الكلمات التي لا تغير في المعنى. الخطوة دال رياض التوحيد لعمر التلمساني وشجرة الكون لمحي الدين بن عربي عن معاذ بن جبل عن ابن عباس قال. التفت جيدا، الرواية السابقة كانت عن ابن مسعود، الآن عن معاذ عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت رجل من الأنصار في جماعة، فنادى منادي: يا أهل المنزل، أتأذنون لي بالدخول ولكم إلي حاجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتعلمون من المنادي؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا إبليس اللعين لعنه الله تعالى. فقال عمر بن الخطاب: أتأذن لي يا رسول الله أن أقتله؟ فقال النبي: مهلا يا عمر،
أما علمت أنه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم؟ أما علمت أنه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم؟ هذا هو موضع الشاهد، هذا هنا موضع الشاهد. يعني ذكرنا الخطوة أليف وباء وجيم حتى نمهد لذكر دال، حتى لا تكون هذه الرواية مرفوضة من ناحية الجن، من ناحية إبليس، من ناحية الشيطان، من ناحية مجيء الشيطان بصورة رجل، من ناحية رؤية الشيطان والحديث مع الشيطان والأخذ من الشيطان. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وآله: مهلا يا عمر، أما علمت أنه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم؟ لكن افتحوا له الباب فإنه مأمور، فافهموا عنه ما يقول واسمعوا منه ما يحدثكم، إلى آخر الرواية. الخطوة هاء. وروي أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب يوما إلى المسجد، فبينا هو بالطريق إذا برجل عجوز قال له: أتريد الذهاب للمسجد؟ قال رضي الله عنه: نعم. قال الرجل: قد انتهينا من الصلاة، فارجع إلى بيتك. فرجع إلى البيت، ولما حضر وقت الفريضة اللاحقة خرج عمر قاصدا المسجد، أتاه نفس الرجل وقال له مثل المرة السابقة. بعد ذلك التقى عمر رضي الله عنه خارج المسجد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا عبد الله، هل أنت مريض؟ فإننا لم نرك في المسجد. فقال عمر: لا يا رسول الله. فأخبره بقصته مع الرجل العجوز، فقال الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام: إنه إبليس لعنه الله. ولما حضر وقت الفريضة خرج عمر قاصدا المسجد، فإذا بذاك العجوز فأمسك به وطرحه أرضا، وجعل أذنه تحت عتبة الباب، فاهتزت الدنيا. فقال الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام لأصحابه: اذهبوا لعمر قبل أن يقتل إبليس وتقوم الساعة. اذهبوا لعمر قبل أن يقتل إبليس وتقوم الساعة. فذهبوا إليه وأخبروه فتركه، وبعدها صار عمر لا يسلك فجا أو طريقا إلا سلك إبليس فجا آخر. إذن وعندنا مورد الشاهد هنا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اذهبوا لعمر قبل أن يقتل إبليس وتقوم الساعة. إذن التفت جيدا، مقتل إبليس ثم قيام الساعة. إذن مقتل إبليس قبل قيام الساعة، وقبل قيام الساعة ما هو العصر؟ ما هو الوقت؟ هو وقت علامات الساعة، هو الوقت المعلوم، هو عصر الظهور، هو اليوم الموعود. إذن يقتل في الوقت المعلوم، والوقت المعلوم هو عصر الظهور. الوقت المعلوم هو علامات وتحقق، ووقت علامات وأشراط الساعة وتحقق علامات وأشراط الساعة، ومنها المهدي عليه السلام. واو، الخطوة واو. وروي أيضا في كتب ومجالس الوعظ والتأديب وجهاد النفس أن الصحابي عمر رضي الله عنه كان خارجا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر، فانزلقت قدمه ووقع أرضا، فقال رضي الله عنه: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم عاد فتوضأ وخرج، فانزلقت قدمه ووقع أرضا، فكرر ما قاله. ثم عاد وتوضأ وخرج، فحصل معه مثل ما سبق. ثم عاد فتوضأ ثم خرج، فإذا برجل عليه ثياب بيضاء اللون ويحمل قنديلا بيده، فقال له: إلى أين أنت ذاهب يا أبا حافص؟ فقال رضي الله عنه: إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الفجر. فأصبح الرجل يضيء الطريق لسيدنا عمر رضي الله عنه كي لا تزل قدمه ويقع أرضا. فلما وصل إلى باب المسجد توقف الرجل، فقال له عمر: تفضل لنصلي. فقال الرجل: لا، أنا لا أصلي. فغضب عمر وقال له: لم لا تصلي؟ فقال: أنا إبليس أوقعتك أول مرة، فقلت استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، فغفر الله لك كل ذنوبك. وفي المره الثانيه غفر الله ذنوب كل عيالك، وفي الثالثه غفر الله
ذنوب أهل المدينة كلهم، فخفت إن عاودت الكر معك مرة رابعة أن يغفر الله ذنوب كل عباده، فلذلك حملت القنديل وهرعت إليك مسرعا كي أضيء لك الطريق خوفا من تكرار الرابعة. فوثب عليه سيدنا عمر رضي الله عنه فأمسكه من عنقه وأراد قتله، وكان أبو بكر وعلي رضي الله عنهما وعليهما السلام قريبين منهما، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، أدرك أبا حفص قبل أن يقتل الشيطان. فأسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى باب المسجد فأدركه قبل أن يقتل الشيطان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: يا عمر، والله لو قتلته لأشعلتها حربا بين الإنس والجن إلى يوم القيامة. والله لو قتلته لأشعلتها حربا بين الإنس والجن إلى يوم القيامة. إذن المتوقع عند مقتل إبليس تحصل حرب بين الإنس والجن، بعد هذا يأتي يوم القيامة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم قبلي، علم مسبق بأنه إذا قتل إبليس ستشتعل الحرب بين الإنس والجن إلى يوم القيامة. لاحظ، إذن عنده علم سابق بأنه لو قتل سيحصل هذا الأمر، سيحصل هذا الاقتتال، سيحصل هذا التقاتل بين الإنس والجن، ثم يأتي يوم القيامة. إذن لم يبرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بأنه لا يستطيع قتله لأنه سيموت في يوم القيامة فلا يتمكن منه، ولم يخبره بأن قتله سيؤدي إلى مخالفة القضاء الإلهي بأنه يموت في يوم القيامة، ومخالفة للوعد الإلهي لإبليس بأنه سيموت في يوم القيامة، وإنما قال له: لو قتلته لأشعلتها حربا بين الإنس والجن إلى يوم القيامة. إذن يتوقع أنها ستحصل الحرب بين الإنس والجن، لكن ليس هذا هو موعد الحرب. إذن أيضا هذا فيه إشارة إلى الوقت المعلوم ولو على نحو الاحتمال. إذن انتهينا من المورد الثالث، فيه أليف وباء وجيم ودال وهاء وواو. رابعا، المورد الرابع، رابعا عن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول إبليس: ربي فأنظري إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. عن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول إبليس: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فقلت: أي وهب، جعلت فداك أي يوم هو؟ قال عليه السلام: يا وهب، أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس؟ أتحسب أن هذا هو يوم القيامة، يوم البعث؟ يا وهب، أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس؟ لا، استفهام فيه إنكار، ليس هذا يقول له، ليس هذا هو الذي في ذهنك في بالك. يا وهب، أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس؟ إن الله أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمنا. مهدنا لهذا الأمر، ذكرنا سابقا الروايات التي تشير بأنه يقتل قبل يوم القيامة. الدابة تقتل إبليس في عصر الظهور، في آخر الزمان، مع علامات الساعة، في الوقت الذي فيه تتحقق أشراط وعلامات الساعة في آخر الزمان. فأتينا بما ورد عن أهل البيت، بعض ما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم يشير إلى أنه يوم القائم، يوم المهدي، وهو من علامات الساعة ومن آخر الزمان. خامسا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال عليه السلام: يوم الوقت المعلوم يوم يذبحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصخرة التي في بيت المقدس. ما هو الوقت المعلوم؟ قال: يوم يذبحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصخرة التي في بيت المقدس. تفسير القمي وفي تفسير البرهان. سادسا، عن عبد الكريم الخثعمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون فأبى الله ذلك عليه. هذا من الذي يقول؟ القثعمي يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون فأبى الله ذلك عليه، فقال الله تعالى فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس لعنه الله في جميع أشياءه منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يوم الوقت المعلوم. فإذا كان يوم الوقت المعلوم كر أمير المؤمنين عليه السلام في أصحابه، وجاء إبليس في أصحابه، ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات يقال له الروحاء قريبا من كوفتكم. الآن لما من الآن بعد هذا كلنا صرنا في أمان فكري وفي ثقة فكرية وفي أمان بالله سبحانه وتعالى، كلنا ثقة إننا على الحق المبين. القرآن قال تخرج دابة من الأرض، إذن لا نستحي، لا نخجل، لا نتردد، لا نشك أبدا في خروج الدابة من الأرض. نفتخر بالمرسل كما قلنا، لا نتردد في خروج الدابة من الأرض، لا نتردد في الرجعة، في رجوع أقوام، في رجوع أشخاص من الأنبياء ومن أصحاب الأنبياء، من الأولياء، من الصالحين، وفي مقابل هذا أيضا من أئمة الكفر والجور والظلم والعدوان ومن أتباعهم وشيعهم. إذن بكل ثقة وعلى الحق المبين نذكر هذه الروايات بالدليل القرآني، بالشاهد القرآني وبالشاهد النبوي. يقول فإذا كان يوم الوقت المعلوم كر أمير المؤمنين عليه السلام في أصحابه، وجاء إبليس في أصحابه، ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات يقال لها الروحاء قريبا من كوفتكم، فيقتتلون قتالا لم يقتتل مثله منذ خلق الله عز وجل العالمين. فكأني أنظر إلى أصحاب أمير المؤمنين قد رجعوا إلى خلفهم القهقري 100 قدم. أيضا هنا لابد من الإشارة إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية سابقة، قال يا عمر والله لو قتلته لأشعلتها حربا بين الإنس والجن إلى يوم القيامة. لاحظ، حرب بين الإنس والجن. ألا يصدق هذا؟ هنا قال جاء إبليس في أصحابه وجاء أمير المؤمنين في أصحابه. التفت جيدا هنا، أقول أريد أن ألفت إلى هذا، عندما تأتي الرواية على المارقة وتحدث عن العمر الصغير، عن الشباب، عن أحدث الأسنان، فلا يأتي أحد من المارقة من أئمة ضلالة المارقة فيغرر بالآخرين، يأتي بشيخ كبير قد غرر به والتحق بهم ويقولون هذا ليس من صغار السن، ليس من أحدث الأسنان. هذا سيأتي الكلام مع الرواية وفق الرواية، لكن الشيء بشيء يذكر لا بأس به هذا، لا نعلم هل سنبقى على قيد الحياة إلى أن يأتي الوقت الذي نتحدث فيه في فقه الرواية، رواية المارقة، الله العالم. لكن الآن عندما يأتي بهذا، هل يقدح بالحديث بالرواية؟ لا يقدح، لأن دولة المارقة، الدولة داعش، تنظيم الدولة، الدولة الإسلامية في العراق والشام، داعش، المارقة، الدولة أسست وأصلت وبنيت على أيدي أحداث الأسنان ولهذه اللحظة. إذن من يلتحق بها من هنا وهناك لا يؤثر على العنوان العام، على الهيكلة العامة، على الأساسات والأصول والقواعد والحاضنة واليد الضاربة التي يعتمدون عليها. التفت جيدا إلى هذا الأمر، هذه نقطة مهمة للرد على المارقة. إذن حرب بين الإنس والجن التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونبه بها الخليفة الثاني، ونبه عليها وإليها الخليفة الثاني، هي هذه الحرب التي تذكر في هذه الرواية التي يذكرها الإمام سلام الله عليه. إذن حرب بين الإنس والجن. يقول فيقتتلون قتالا لم يقتتل مثله منذ خلق الله عز وجل العالمين. فكأني أنظر إلى أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قد رجعوا إلى خلفهم القهقراء 100 قدم، وكأني أنظر إليهم قد وقعت بعض أرجلهم في الفرات. فعند ذلك يهبط الجبار، أي يهبط أمر الجبار عز وجل، فعند ذلك يهبط أمر الجبار عز وجل في ظلل من الغمام
والملائكة وقضي الأمر. أقول وهو نفس المعنى القرآني، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إذن عندنا الأشاعرة، المعتزلة، الشيعة، أهل العقل، ماذا يقولون في هذه الآية، في هذا المورد القرآني؟ يقولون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فيه تقدير، إلا يأتيهم أمر الله، إلا يأتيهم روح الله، إلا يأتيهم قضاء الله، إلا يأتيهم عذاب الله، إلا يأتيهم حكم الله. ملتفت جيدا، هذا هو التقدير. فالإمام سلام الله عليه استعمل هذا المعنى، استعمل هذا الأسلوب القرآني، فيقول فعند ذلك يهبط الجبار، أي يهبط أمر الجبار في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. أقول وهو نفس المعنى القرآني، هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله، أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. أيضا يقول وقضي الأمر، ويقول الإمام يكمل الإمام سلام الله عليه، يقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمامه، أمام أمر الله، أمام ملائكة الله، أمام الغمام والملائكة والجند الإلهي الذي يأتي كمدد وبالمدد. من يقود هؤلاء؟ يقودهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ورسول الله صلى الله عليه وآله أمامه بيده حربة من نور، فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقراء ناكسا على عقبيه، فيقولون له أصحابه أين تريد وقد ظفرت؟ فيقول إبليس إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. قوله تعالى إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فيلحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيطعنه طعن بين كتفيه، فيكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه. فعند ذلك يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، كما في البحار جزء 53 والبرهان في تفسير القرآن وكتاب إلزام الناسب وكتاب مختصر بصائر الدرجات. سابعا، أقول وللتنبيه إلى أمر مهم في الرجعة، أذكر ما ورد عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام، يقول إن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة، لا يرجع إلا من محض الإيمان محضا أو محض الشرك محضا. إذن الآن قلنا نتحدث عن الرجعة كفكرة، كنظرية، كأطروحة، كواقع إلهية، هذا شيء. وبعد هذا نقول نتحدث في الصغرى، من سيرجع، ماهية الرجعة، كيفية الرجعة، وقت الرجعة، جنس الرجعة، أشخاص الرجعة، من يجبر على الرجعة ومن يخير إلى الرجعة وفي الرجعة وللرجعة. هذا المورد يقول إن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة، لا يرجع إلا من محض الإيمان محضا أو محض الشرك محضا، كما في إلزام الناسب جزء ثاني وفي تصحيح الاعتقاد وفي بحار الأنوار. الشاهد القرآني 23، يسوموهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، يسوموهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هنا نقاط، لاحظ ما هو الناس، النص في سورة الأعراف وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. أقول النقطة الأولى تفسير الجلالين، وإذ تأذن أي أعلن ربك، أعلم ربك ليبعثن عليهم أي اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بالذل وأخذ الجزية، فبعث عليهم سليمان وبعده بخت نصر فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية فكانوا يؤدونها إلى المجوس، إلى أن بعث
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فضربها عليهم. إذن يقول الله سبحانه وتعالى أذاقهم وسامهم سوء العذاب على يد من؟ سليمان وبخت نصر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأيضا تحدث عن أن أخذ الجزية منهم فكانوا يؤدونها إلى المجوس، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم الجزية. النقطة الثانية تفسير القرطبي أيضا في نفس النص، وَإِتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَبَعَثَنَا عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ نَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، يقول أي أعلم أسلافهم أنهم إن غيروا ولم يؤمنوا بالنبي الأمي بعث الله عليهم من يعذبهم. إذن القرطبي يختلف عن تفسير الجلالين، يقول هذه لا تشمل السابقين ممن سلط عليهم ومن تسلط عليهم سليمان سلام الله عليه وبخت نصر والمجوس، لا، يقول هذه خاصة بأسلافهم. يقول أي أعلم أسلافهم أنهم إن غيروا ولم يؤمنوا بالنبي الأمي بعث الله عليهم من يعذبهم. ومعنى يسومهم يذيقهم، قيل المراد بخت نصر، وقيل العرب، وقيل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أظهر الكلام للقرطبي. يقول وهو أظهر، فإنهم الباقون إلى يوم القيامة. لاحظ القرطبي التفت إلى هذا الأمر، هذه النقطة نريد أن نشير إليها لاحقا. الآية تشير إلى أي شيء؟ تشير إلى استمرار هذا الذل عليهم، استمرار هذا العذاب عليهم، يسلط عليهم شخصا أو قوما أو مجموعة، أو يسلط عليهم أمة تسومهم سوء العذاب ويستمر هذا إلى يوم القيامة. فالتفت إلى هذا، قال أمة محمد، القول بأنها أمة محمد هو الأرجح لأنهم سيبقون إلى يوم القيامة. يقول والله أعلم، أقول وإن بقاءه، إنه بقاء الذل والهوان في الأمة. الآن هو رجح بأن هذا هو المقصود والمرجح عنده هو أمة محمد للقرطبي، وقبل هذا أيضا في تفسير الجلالين أيضا قال إلى أن بعث نبينا، إلى أن بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم، أو إلى أن بعث نبينا فضربها عليهم، ضرب الجزية عليهم. والقرطبي أيضا يوجه هذا، يقول قال المراد بخت نصر الذي يسومهم العذاب، أو العرب، أو أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال وهو الأظهر. لماذا؟ يقول فإنهم الباقون إلى يوم القيامة. هذا إلى يوم القيامة أعطاه كمبرر لأنه سيبقى العذاب عليهم إلى يوم القيامة. أقول وأي بقاء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتسلطهم على اليهود وأخذ الجزية من اليهود إلى يوم القيامة، إنه بقاء الذل والهوان في الأمة. فأمة محمد صلى الله على محمد وآل محمد صارت تصب عليها عذابات صبا، وهذا واقع يخالف تماما الواقع الموعود الذي وعدنا الله تعالى به ونص عليه في قرآنه. فمتى يتحقق الوعد الإلهي؟ لا جواب عندكم أبدا إلا بالمخلص الإلهي الموعود في آخر الزمان، ونسأل الله تعالى أن يكون ذلك قريبا. إلى أن يكمل القرطبي، ثم قال القرطبي قال ابن عباس سوء العذاب هنا أخذ الجزية، فإن قيل قد نسخوا، قد نسخوا قردة وخنازير، فإن قيل قد نسخوا فكيف تأخذ منهم الجزية؟ فالجواب أنها تأخذ من أبنائهم وأولادهم، وهم أذل قوم وهم اليهود. أيضا فقط إشارة أتت في ذهني الآن، فقد نسخوا، مسخوا إلى أي شيء؟ إلى قردة وخنازير. فأقول لفارغ العقل، أقول للمارقة، أقول للمخادعين، أقول لأئمة الضلالة، للأئمة التي تقود إلى النار، لماذا تسخرون من الشيعة، من بعض الشيعة، ممن يدعي على نحو الاحتمال، على نحو الأطروحة؟ نحن لا نقبل بهذا، لا نرضى بهذا، بمعنى لا نؤكد ما يقولون، لا نتبنى ما يقولون. عندما يقول البعض يتبرع، يحكي، يعلل بأن تحريم أكل السمك الخالي من الفلس، الخالي من القشور، يقول العلة في التحريم كما في بعض الأنواع منها الجري، يأتي بكلام أنها نسخت، كانت من اليهود ممن نسخوا إلى هذا النوع من الحيوانات، أو ممن يقول بأنها تحدثت، اعترضت، قالت، رفضت ولاية، رفضت إمامة. وقانون المسخ قد ذكر في القرآن،
أيها الممسوخ يا من نسخ عقله، تحتج على من يقول، يدعي، يحتمل، يعطيك أطروحها. نحن لا نقول بها، نقول ما هو العلة؟ قال الأسماك حيوانات البحر إذا كانت بدون قشر بدون فلس هذه من الحيوانات المحرمة. ما هو العلة؟ الله العالم. لماذا حرم الكلب؟ لماذا حرم الخنزير؟ لماذا حرمت الميتة؟ لماذا حرمت الفأرة؟ لماذا حرم القرد؟ أنا ليس لي مدخلية في العلة، الله العالم. لماذا نزور البيت الحرام؟ لماذا نتوجه إلى البيت الحرام في الصلاة؟ والله في كل مكان. لماذا نسجد؟ لماذا نركع؟ لماذا عدد الركعات في هذه الصلاة كذا وفي الصلاة الأخرى بعدد آخر؟ علمها عند الله. أنا وصل لي عندي نص يقول بأن الأسماك حيوانات البحر التي ليس فيها قشر محرمة وانتهى الأمر. هذا الدليل الذي وصلني، ليس لي علاقة ولا معرفة بهذه الأسماك بالجري أو بغير الجري. وغيري وصله الدليل بأنها حلال بينه وبين الله، هذا يأكل وهذا يجتنب. أين هي المشكلة؟ هل يستلزم هذا التكفير وإباحة الدماء والدماء والاستخفاف بالآخرين؟ لا يستلزم هذا، كل منا عنده الدليل، عنده النص حسب ما وصله من مصادره. إذن قال ابن عباس، كلام للقرطبي، قال ابن عباس سوء العذاب هنا أخذ الجزية، فإن قيل فقد مسخوا فكيف تأخذ منهم الجزية؟ فجواب أنها تأخذ من أبنائهم وأولادهم وهم أذل القوم وهم اليهود. وعن سعيد بن جبير، الكلام للقرطبي، عن سعيد بن جبير سوء العذاب قال الخراج ولم يجبي نبي، ولم يجبي نبي قط الخراج، ولم يجبي نبي قط الخراج إلا موسى عليه السلام، هو أول من وضع الخراج فجباه 13 سنة ثم أمسكه، ونبينا عليه السلام. أقول والآن صارت أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي التي تدفع الجزية وأضعاف الجزية، وهي صاغرة ذليلة، وهذا واقع نعيشه ونذوق مارته ونتجرع سمومه كل يوم وكل ساعة وكل لحظة. والمعاول الأعظم فتكا بنا هي معاولنا، معاول مدعي الإسلام زيفا ونفاقا. فمتى يحصل الفتح وينتصر الحق ويتحقق العدل وتعز أمة الإسلام إلى يوم القيامة؟ إن ذلك يكون في آخر الزمان، في عصر الظهور ودولة المخلص المنقذ المهدي الموعود حتى قيام يوم الدين. تفسير الطبري، النقطة الثالثة، تفسير الطبري قوله تعالى وإذ تأذن، واذكر يا محمد إذ آذن ربك فأعلن، إلى أن يقول عن مجاهد قال أمر ربك، وقوله ليبعثن عليهم يعني أعلم ربك ليبعثن على اليهود من يسومهم سوء العذاب. قيل إن ذلك العرب بعثهم الله على اليهود يقاتلون من لم يسلم منهم ولم يعطي الجزية، ومن أعطى منهم الجزية كان ذلك له صغارا وذلة. لا زال الكلام للطبري، عن ابن عباس رضي الله عنه قال هي الجزية والذين يصومونهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته إلى يوم القيامة. التفت إلى يوم القيامة، لاحظ هذا القيد، أين هي الأمة الآن؟ وأيضا يقول الطبري وعن ابن عباس هي المسكنة وأخذ الجزية منهم، وقال يهود وما ضرب عليهم من الذلة والمسكنة. عن قتادة، لا زال كلام الطبري، عن قتادة قال بعث الله عليهم هذا الحي من العرب فهم في عذاب منهم إلى يوم القيامة. عن سعيد قال العرب سوء العذاب قال الخراج، وأول من وضع الخراج موسى عليه السلام فجب الخراج 7 سنين. ثم قال الطبري عن سعيد قال هم أهل الكتاب بعث الله عليهم العرب يجبونهم الخراج إلى يوم القيامة فهو سوء العذاب، ولم يجب نبي الخراج قط إلا موسى
صلى الله عليه وسلم 13 سنة ثم أمسكه، وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السدي يقول إن ربك يبعث على بني إسرائيل العرب فيسومونهم سوء العذاب، يأخذون منهم الجزية، يقتلونهم. قال ابن زيد ليبعثن على يهود في تفسير الطبري. أما لماذا التأكيد على العرب 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 العرب؟ الله العالم وما ما هو المقصود من هذا التأكيد، لكن فقط أيضا للإشارة، الحكام الأمويون أئمة المارقة، مرجعية المارقة كانت تدعي بأنها تمثل العرب، يعني هذه حقيقة تاريخية حتى تكون الصورة عندكم واضحة. أنا في بحث المختار أشرت إلى هذا الأمر في عدة موارد، أعطيت إشارات لهذا وقلت سيأتي المورد المناسب الذي ندخل في تفصيل هذا الأمر. فالاتهام بالفارسية الآن ما يسمى بالصفوية والمجوسية والأعجمية ليس بجديد، فالأمويون يدعون أنهم يمثلون العرب، في مقابل هذا طبعا يخرج والمنافس الرئيس لهم هم الهاشميون، في مقابل هذا العلويون والهاشميون يمثلون الخط الأعجمي، فكان يحرك أهل الشام بعنوان العرب والعروبة والسيادة والإمرة والزعامة، ويتهم العراق وأهل العراق بأنهم أعاجم، بأنهم موالي، بأنهم مجوس، بأنهم كما يقال الآن بالصفويين وغير هذا من عناوين. هذه السياسة تفعل فعلها في الإعلام وفي التأثير على عقول الناس. لأن لماذا ذكر العرب هنا؟ والغريب في الأمر الآن اليد الضاربة عند المارقة هي أيادي غير عربية. لا نريد أن نذكر البلدان، لكن الانتساب إلى البلدان هو السائد في دولة المارقة. النقطة الرابعة تفسير ابن كثير، نذكر بعض الشيء. قال تأذن، وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة، ولهذا أتبعت باللام في قوله ليبعثن عليهم أي على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم. ويقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج 7 سنين، وقيل 13 سنة، وكان أول من ضرب الخراج، ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين، وكانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين، ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراج، ثم جاء الإسلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية. الآن فقط عندي أسجل هذا التعليق، وبعد هذا سأكمل عندي بعض التعليقات، ويوجد كلام أيضا لابن كثير في هذا المقام، كلام آخر يعني أيضا سنذكره إن شاء الله، لكن فقط أريد أن أسجل هذا الأمر حتى لا أنسى. أقول الآن ما هو النص؟ يقول وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم، إذن هذا فعل الله، هذه قدرة الله، هذا جعل الله، جعل تكويني، يقول ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إذن سيبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، من الذي يبعث؟ الله سبحانه وتعالى. وقالوا يفرض عليهم الجزية، بالله عليكم، الله هو الفاعل هو الجاعل، ويفرض عليهم أمر الجزية حسب التفاسير، يفرض عليهم الجزية. الآن إلى أي شيء ينسبق الذهن؟ الآن إلى أي إنسان؟ إلى أي مجموعة؟ إلى أي شخص؟ ما هو الانسباق الذهني؟ هل أن الله سيبعث عليهم كافرا يجبي منهم الجزية؟ هل سيجعل الكافر يجبي منهم الجزية إلى يوم القيامة؟ إذا أتى الكافر، إذا أتى الظالم، إذا أتى الفاسق، إذا أتى الدجال، إذا أتى إبليس، هل سيكون هؤلاء
اليهود، مارقة اليهود، هل سيكونون مع هذا الفاسق الدجال الشيطان أم يكونون ضده؟ هل سيكونون هم الجيش وهم الوسيلة وهم جهاز المخابرات والاستخبارات والقادة وأصحاب الأموال التي تسند هذا الشيطان والدجال، أم سيكونون ضد هذا؟ الجواب واضح، يقول إلى يوم القيامة هم سيكونون من جند الدجال. أقول فكيف يجمع ابن كثير بين الفاسق والفاجر والمنحرف والوثني والكافر ويقول وأيضا ومحمد وأمة محمد صلى الله على محمد وآل محمد؟ يقول ثم كانوا، بعد أن يذكر موسى عليه السلام قال ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين، ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وإذلالهم إياهم وأخذهم أو أخذهم منهم الجزية والخراج، ثم جاء الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية. كيف يقرن بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا موسى عليه السلام؟ يقرن الصلاح، الفلاح، الإيمان، القدس، الطهارة الإلهية مع الآخرين، مع الوثنية، مع الشرك، مع الكفر. والنص قلنا واضح في أنه جعل من الله سبحانه وتعالى في أنه جعل إلى يوم القيامة، لاحظ، فهو بلحاظ المجعول، بلحاظ من يجعله الله. الآن هذا الخطاب ليس بلحاظ بني إسرائيل ستكونون بكذا ويحصل عليكم كذا، وإنما الخطاب بلحاظ الجهة التي ستسلط عليهم. من هي هذه الجهة؟ الله سيجعل هذه الجهة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إذن نقول الانسباق الذهني هو إلى قوم مؤمنين، إلى قوم صالحين، وأنتم تقولون وتسلمون بأن من مصداق هذا هو النبي وأمة محمد صلى الله على محمد وآل محمد، فكيف تخلطون هذا مع الكافرين؟ إذن لا خلاص من هذا إلا باليوم الموعود والمخلص الموعود والدابة الموعودة والمسردب الموعود وبالمخلص الموعود وبالوزير المسيح الموعود. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.